يسعد لي أوقاتكم أحلى متابعين. بفيديو اليوم راح نشوف طريقة كتير سهلة لحتى نحافظ على السيفونات والبلوعات إنه ما ينسدوا ويصير فيهم مثل الصورة اللي باينة عندكم بالفيديو. مشكلة كتير كبيرة بتواجهها ستات البيوت. راح نشوف طريقة الوقاية منها وحلها إن شاء الله بدون ما نستعمل مواد كيماوية خطيرة، وبنفس الوقت موجودة المكونات بكل بيت. تابعوا الفيديو وشوفوا التفاصيل. من أكثر المشاكل المزعجة اللي بتواجه ستات البيوت هي انسداد السيفونات والبلوعات. بالمرحلة الأولى رح نحكي في حال صارت المشكلة اوريدي وانسدت عنا السيفونة. طبعا أفضل طريقة لنصلح المشكلة إنه نتخلص من المي الموجودة. إذا كانت المي كتيرة منجيب كوب بلاستيك ومنحاول نغرف المي ونشيلها، ولبين ما يصير عنا المي قليلة وبعدها مننشفها بأي فوطة مو لازمة عنا أو مخصصة لهالمشكلة بالذات. بهالطريقة هاي منشيل كل المي. الخطوة الثانية رح نستخدم كربونات الصوديوم. رح نحط كمية منيحة تقريبا كاسة أو كاسة ونص فوق السيفون حتى يدخل بقلبه كمان، وبعدها بنضيف عليهم خل أبيض تقريبا كوب خل أبيض، بس مش هاي الكمية كلها. رح نضيف الخل بالتدريج. أول شي رح نحط كوب كامل فوق كربونات الصوديوم ونستنى شوي بالطريقة رح تشوفوها بالفيديو. شايفين أنا هون عم حط الخل فوق الكربونات وعم بيصير تفاعل. هذا التفاعل راح يحاول يتخلص من كل الشغلات اللي مسكرة السيفون. راح نستنى شوي تقريبا نص دقيقة ونرجع نحط خل مرة تانية. راح تسمعوا التفاعل يصير مرة تانية، بس هالمرة جوا المجارير أو جوا السيفون. هذا الصوت دليل انه التفاعل عم بيصير جوا الانابيب. رح نستنى 15 ثانية ونرجع نصب كمان خل ابيض، ورح تسمعوا كمان صوت التفاعل. وكل ما بيخلص صوت التفاعل بنرجع بنحط مرة تانية تقريبا ربع كوب من الخل الابيض. شايفين يعني أنا عدت الطريقة تقريبا 3 مرات غير المرة الأولى. بعد هالمرحلة رح نجيب ماء مغلي ونصب كمية منيحة تقريبا 4 لـ5 أكواب بالمجرور بهالطريقة اللي شايفينها فوق الخل والكربونات الصوديوم، وبهالطريقة رح يفتح المجرور وبنفس الوقت يتعقم من جوا الأنابيب بطريقة كتير سهلة وكتير آمنة. يعني الغازات اللي عم تطلع أبدا مو مزعجة لأنه عبارة عن خل أبيض وكربونات الصوديوم، ما هي مثل المواد التانية اللي بنستخدمها اللي بتكون كتير كتير مؤذية للبيئة ولصحتنا وللتنفس. بعد ما يمضى تقريبا شي ربع ساعة منصب مي وفيرة من الماء الحنفية العادي ومنتأكد انه المجرور مشي تماما. إذا لا لسه في بعض البطء أو مو منيح بنرجع منعيد التجربة مرة تانية كربونات مع خل، وهالمرة بنكتر كميات الكربونات أكتر. هاي كانت الطريقة لتنظيف المجرور وتعقيمه. طبعا منعقم بعد ما منخلص بمنظف الحمام اللي سبق ونزلت لكم طريقته بفيديو منظفات ست البيت، ومننشف منيح وهيك نتأكد انه المغسلة صارت عنا نظيفة ومعقمة من جوا الأنابيب وبنفس الوقت من براتها. طبعا هالطريقة هاي نحن عم نعالج فيها مشكلة السيفون المسدود. في حال ما كان مسدود هالطريقة هاي لازم نعملها على أقل شي مرتين بالشهر، هيك بنحافظ دائما على السيفون انه ما ينسد. طبعا بنقدر نعملها للبانيو، للسيفونات الموجودة بالأرض، لسيفون أو مجرور أو بلوعة المطبخ. يعني بنقدر بنجربها وبنعملها بأي مكان فيه أنابيب للتصريف،
بنعقم بننظف وبنتأكد انه شلنا كل العفونة والروائح المزعجة بالسيفونات، وبهالطريقة هاي بنحافظ على سيفوناتنا من الانسداد، وبنفس الوقت بنعقمهم بطريقة كتير صحية بمواد اقتصادية متوفرة بكل بيت بدون ما نعرض حالنا وأسرتنا لأي غازات سامة. النصيحة الأخيرة رح أقدم لكم إياها إنه دائما نحافظ على السيفونات إنه ما يدخل أو يفوت شي بقلبهم. دائما استخدموا هدول الشرائح فوق السيفونات، خاصة السيفونات اللي بالبانيو، لأنه أكتر مكان ممكن تتجمع فيه الأوساخ والشعر، ممكن كمان بالمطبخ، ممكن في السيفونات الأرضية كتير مناسبة إنه تحطوا منها. هي بتجي العلبة فيها 22 شريحة، يعني بتكفي كمية منيحة وبتعمل وقاية منيح. وبالنسبة للمطبخ دائما اتأكدوا إنه عندكم مصفاية، كمان كتير بتساعد إنه نحمي السيفون ما يدخل شغلات بقلب المجرور. بتمنى تكونوا استفدتوا وحبيتوا في أفكار ونصائح فيديو اليوم. ما تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة لتوصلكم إشعارات الفيديوهات، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. ولأي سؤال أو استفسار تقدروا تكتبوا لي إياه بالكومنتات، وبتقدروا تتابعوني على الفيسبوك والإنستغرام، وحساباتي موجودة بالدسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. مني إلكم أحلى وأغلى سلام.